الرئيس الكوري الشمالي ليس زعيما عاديا على الإطلاق، فهو زعيم من نوع خاص. سنرى هذا الأمر عندما نتعرف على 9 حقائق غريبة عن الرئيس الكوري الشمالي. قد يعتقد البعض أن الرئيس الكوري الشمالي كأي رئيس عادي مهمته هو حكم البلاد وتحقيق العدالة والرفاهية لشعبه. قد يخطئ أحيانا، قد يقوم هو وأتباعه ببعض أعمال الفساد قابل للثورة ويمكن الانقلاب عليه من جيشه. هذا كله يمكن أن يحدث في أي دولة من دول العالم، لكن في كوريا الشمالية ومع كيم جونغ آن يصبح الأمر مختلفا تماما، حيث لا وجود سوى لكيم جونغ آن. يحكم، يقتل، يسن القوانين المجنونة، ولا يجرؤ أحد على معارضته. فمن هذا الأحمق الذي قد يعارض الرجل الذي عدم وزير التربية والتعليم لأنه لم يجلس معتدلا في حضوره؟ قبل أن نتعرف على الحقائق 9 عن كيم جونغ آن، عليك أن تعرف أولا من هو كيم جونغ آن. فكيم هو الرئيس الكوري الشمالي الثالث للبلاد بعد جده وأبيه. ولد في عام 1983 حسب أغلب الروايات، ونشأ في أحد المدارس السويسرية حتى السن 18، ليعود إلى كوريا الشمالية ويتولى الرئاسة بعد أقل من 10 أعوام، حيث خلف والده الذي خلفه جده، وتم انتخابه رئيسا لحزب العمال الكوري عام 2009، وهو ما يعني رئاسته شبه الرسمية للبلاد، إلا أنه لم يتولى الرئاسة رسميا إلا في عام 2011 حين توفي والده ولم يتبقى سواه، حيث تم سجن شقيقه في اليابان بتهمة التزوير، ليصبح كيم جونغ آن الرئيس الثالث والمعتوه الأول في كوريا الشمالية. الحقائق كثيرة، لكن الأغرب منها يكون له الحظ الأوفر دائما، بيد أن الرئيس الكوري الشمالي يضعون دائما في حيرة بارتكاب كل الأفعال الغريبة الممكنة. إليك أهمها: صاحب أغرب قانون في التاريخ، ممنوع الضحك. هذا هو نص القانون الذي صدر في مطلع عام 2016، وفي الواقع يعد هذا القانون في حد ذاته مضحكا. فمن العاقل الذي يصدق أن رئيس دولة نوويات بحجم كوريا الشمالية نام واستيقظ ذات ليلة ثم أمر بنشر مرسوم يجرم فيه الضحك، بل ويؤكد على تطبيق العقوبة المغلظة على المخالفين والتي لا تقل عن الإعدام رميا بالرصاص؟ ليس هذا فحسب، بل لا يجوز إطلاق النكات التي تسخر من الرئيس ولو حتى أمام الأطفال. الولايات المتحدة الأمريكية بدورها كرائدة لهذا العالم لم تصمت أمام هذا القانون المجنون، وأعلن تمام العالم أجمع رفضها هذا القانون واعتبرته جريمة ضد الإنسانية. أما كوريا الشمالية ورئيسها المجنون فلم يعير الأمر أي اهتمام، وتم تطبيق القانون بالفعل وتطبيق العقوبة على المخالفين. كان هذا في العام 16 بعد 2000، حيث كان قد مر ما يقرب عن 6 عقود على تحرير كوريا وإعلانها دولة مستقلة. الرجل الذي لا يعرف سنه. يعد السن الحقيقي من الحقائق التي لا يعرفها أي شخص عن كيم جونغ آن الرئيس الكوري الشمالي، حيث لم يتم الجزم حتى الآن بالتاريخ الحقيقي لميلاده وعليه عمره الحقيقي. فمنهم من قال إنه في 34.